موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الإيمان بالكتب. من أصول الإيمان الإيمان بالكتب، وهي الكتب المنزلة من عند الله على رسله، وقد توردت الأدلة الكثيرة على ذلك، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. الكتاب هنا اسم جنس، يعني عموم الكتب. وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، يعني كل ما نزل عليهم من كتب وغيرها من الآيات. ويكفي في ذلك قول الله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. من كتاب كما ذكرنا اسم جنس، يعني من كتب. والحمد لله رب العالمين.